مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم في مهرجان الموازين في دورتو 18 ونجمة الأغنية الشعبية زينه الدودية مرحبا بك مرحبا بك ماريا مرحبا بشوف تيلي معنا سعداء أنك اليوم غادي تحيي السهرة ديالك في سلا ومع الجمهور السلاوي اللي أكيد كيكون كي حاضر بكثافة شنو الفجاءات اللي غتقدم لهم اليوم؟ آه إن شاء الله آه اليوم عندي واحد الفنانة غطلع معايا سيغسان آه آه ان شاء الله غادي تشوفوا هاي المفاجاه ديالي اليوم <applause> ومحضره كوكتيل متنوع ان شاء الله باش الجمهور اليوم يحيح مزيان <applause> ونتمنى ان شاء الله يكون الجمهور حاضر اليوم كما كيقولوا ختامه مسك ان شاء الله نتمنوا كاملين ان شاء الله نفرحوا ونضحكوا ان شاء الله ان شاء الله زينه البارح كانت اكرام العبديه والاغلبيه من الصحافه سولوا ان كاين واحد الشبه كبير في الشكل بينك وبينها شنو ردك دي واش كتشبه لك اكرام ولا لا اول حاجه كنقول لها بون غاش اكرام أه ما شاء الله هاد البنات اللي ولاو دابا كيغنوا الشعبي انا فرحانه بيهم بزاف بزاف كنت عيب بوحدي <applause> كنت مدابزه <بزاف. تصفيق> كنت بزاف مع لي زوم مع الرجال يعني ما كنتش شي انا دابا فرحانه بزاف أه هاد البنات اللي ولاو دابا وهاد الكم اللي ولا ديال البنات انا فرحانه بزاف والفرحه تاعي يعني تكون كتشبه لي لا اكرام ولا غير اكرام مرحب. اي وحده مرحبا مرحبا ما كاينش مشكل نوصل الديو ديالك مع محمد ليتيا <applause> <applause> ان شاء الله حنا غادي كنقربنا نكملوه ان شاء الله في التسجيل وغادي نصوروا فيديو كليب باقي عندنا النقاش واش يتصور في مصر او في المغرب وان شاء الله غتكون مفاجاه زوينه لكم ان شاء الله شوفي انت عارفه أنا عندي ما تبرقي بالي الخاتم في يدك عاود <applause> 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 لا انا ماشي عاود تزوجت ولكن يمكن هذا الخاتم عزيز عليا بزاف هو ديال الام ديالي ماشي ديال الزواج على فكره لا مازال ما كاين ورده. الله يجيب ان شاء الله لي فيه الخير عارفين علاقتك مع الام ديالك أنت مرضيه قداش واقفين دعوات الام ديال زينه معاك؟ هي كل شيء دعواتها هما كل شيء يعني حتى لو مثلا انسان كيدير اي حاجه كيصدق كيصلي لكن دعوات الام كتبقى هي اللي كت هي اللي كتغطي عليك اي حاجه اللي والله يخليها لكل مسلم ويخليها لينا يا ربي يخلي لنا والدينا بزوج